انا عارف ان انت بتحب البسبوسه، جبتها لك بالمكسرات والقشطه من عند ابو رزق احسن حلواني في المنطقه. يا بنت ما بقاش دمك تقيل بقى، انا جاي اصالحك. قصدك جاي تضحك عليا بكلمتين زي كل مره؟ ما تزعليش بقى، كانت ساعه شيطان وعدت. والشيطان ده بقى مش انت اللي فتحت له الباب عشان يدخل ما بيننا؟ يوه، واحنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص بقى. يعني خلاص هتبطل تنكد عليا وتنغص عليا حياتي؟ الا في حاله واحده بس. ايه هي بقى؟ تقومي تعملي لنا لقمه حلوه بايديك الحلوين دول. يعني انت جعان؟ نفسي مفتوحه قوي اكل لقمه معاك. من عينيا، عشان تعرف بس ان انا جدع منك. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا تقومي تعملي لنا اللقمه اللي هناكلها. اللقمة؟ طيب يا شاهين، بس على شرط. شرط ايه؟ تشيلني لحد بر. ايه؟ اشيلك ده ايه؟ اهنتوا كده يا ستات، اول ما الواحد يضحك لكم تطمعوا فيها وتسوقوا. جرى ايه يا شاهين؟ كل ده عشان بقول لك شيلني؟ هو انا مش من حقي اتدلع عليك ولا ايه؟ لا مش من حقي، احسن لك تلم هدومك وتتوكلي على الله. واضح ان الخيال شطح بيكي والطموح هيقتلك. كل ده علشان بقول لك شيلني يا راجل. هو انت مستعجله قوي عشان تبقي ارمله؟ مش المثل بيقول لك على قد لحافك مد رجليك؟ والنعمه بموت فيك. طب يلا بقى. احلى عشا اطيب راجل في الدنيا. والنبي يا رب، والنبي ما تكسر بخاطر اطيب راجل في الدنيا. ميه نار؟ لا، لحد قصيتها قصري يبوظها. ازاي ده حصل؟ وكانوا فين بتوع الامن اللي هنا؟ لقيناهم متربطين ومضروبين ومعدومين العافيه ومرميين قدام المصنع، وديناهم على المستشفى. وما قالوش حاجه؟ قالوا ان في ناس خطفوهم ورموهم في عربيه وغموا عينيهم وفضلوا حابسينهم يومين، فاقوا الصبح لقوا نفسهم قدام المصنع. ناس مين دول عاوزين ياذونا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه انت خلاص نازل يا حاج؟ ننزل بقى يا حبيبتي نشوف شغلنا، كفايه بقى كده. جرى ايه؟ وانت خلاص زهقت مني ولا العسل هو اللي خلص؟ ده كلام. هو البحر بتخلص منه الميه كلها كام ساعة وهتلاقيني مقدف وجايلك. وانت هتلاقيني واقفة على الشط وبشاور لك بالمنديل. الله، ايه الاستباحة اللي تفتح النفس دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواز يا روح. فواز؟ لا أنا مش قصدي كده، أنا قصدي أنت هتنزل بلبسك ده؟ ماله لبسي ده؟ أنا مش عارفة يا حبيبي أنت ليه عامل كده في نفسك؟ على طول كده كاتم روحك ولابس لبس مش من سنك. ما تسيب نفسك شوية كده وسيبني أنا أساعدك ألبسك الحاجات اللي تليق عليك وتشحن عليك وتبينك سنك الصغير القمر ده. مش فاهم عايزة توصلي ليه؟ ما تسيبني أنا النهاردة ألبسك على ذوقي. إزاي؟ وسع وأنا أوريك. أوسعش؟ توسع. أوسعش حبيبي أنا وسع. رأيك في القميص الحلو ده؟ هو ده قميص اصلا؟ تكون عايزه البس القميص ده؟ اه وليه لا؟ يا ربنا، انا البس الالوان دي؟ مش كفايه البتاع اللي اديتولي الملون ده؟ انا مكسوف منه، انا لبسته عشانك بس. انا اسمع كلامك في الحاجه اللي تخصك. اه البس بتاع ملون ماشي، فانيلا شفتيشي اوكي، ان شاء الله برطق عليك في الاوضه هنا بلبوس حتى، ما عنديش مشكله. اه انما في الشغل اكل العيش؟ لا يا حبيبتي،
ده سمعه وتتلط كده. يا سلام، وهي يعني سمعتك تتلط لما تلبس قميص ملون يبين سنك؟ انا من رابع المستحيلات اني البس القميص ده. ايه سلامتك يا حبيبي؟ انت شايفاني بكح ولا بعطس؟ لا يا اخويا لا، ما اقصدش يعني سلامتك متكح والعطيس، بس يعني يا اخويا مش بعادة يعني يا اخويا كده تلبس الحاجات دي يعني، اسم الله عليك في ايه؟ لا ما مش بعادة، انما احنا كده. اه يجوز برضو، بس اصلها مش عوايدك يعني يا اخويا. هو برضو الواحد لازم من حين لاخر كده يحس بسنه وشبابه. متشكرين قوي ليك يا حاج، اسم الله علينا، كاننا بقينا فوق سن الاربعين. يا خبر اكيد لا، ده انتوا الخير والبركه. يا نهار اسود ومنيل، كمان بقينا بركه؟ والنبي يا اخويا ما تنساش وانت راجع تبقى تجيب لي ملايه خضرا تحطها فوق دماغي، او تعمل لي مقام الست الصنوره تلف حواليا. انت خلاص بقى طول عمرك كده دمك خفيف يا مضروبه. وانت ايدك بتلسع يا حاجة. بقولك يا عسل عسل بخفة الذنب. اسم الله عليك. انما وليدي بقى ايه رايك؟ حلو. لا الحق حلو حلو يا حاجة قمر يا اخويا. احنا عايزين نجيب لها هي كمان ملايه خضرا نلف حواليها. بركاتك يا شيخة دلال. يا عين دلال، يا عين دلال، ندهت عليا يا روحي؟ سمعت صوت شبه صوتك بالظبط بينده عليا، اتخبيت لتكون انت بتنده عليا يا قلبي. ما استغناش يا قلب الحاج، يا روح الحاج، ما شاء الله. خش يا حبيبتي جوه، انت احسن تستهوي. خش يا حبيبتي جوه احسن تستهوي. اي طيب، ما تتاخرش عليا يا قلب. مش هتاخر يا عمري. لا هتتاخر عليا، انا هقدر اتاخر عليكي، بس اجي ايه؟ الاقيكي شاربه العصير كله. احبوش. حبي. احبوش. يا لهوي. يا أمه قولي تاني كده. أحبوش. يا خرابي. هتوحشني. هتوحشني أوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه ده؟ مش أنا اللي قلت إيه ده؟ أنت بتقولي له ليه؟ ما تخش يا بنت جوه أحسن تستهوي. هتوحشني. وانت عامله ايه يا سميحة؟ احسن الحمد لله. احبوش يا حاج. لا اله الا الله، مفيش حاجه دايره دي. عسل انت عسل. السلام عليكم. قمر يا اخواتي، ايه الحاج اللي لابسه ده؟ ده العصفورة كتر خيرها مقيفاه أجانب. انت يا ولاد يا ريت خرجك من المطبخ. ها؟ بتتحشي في اللي مالكش فيه ليه؟